البسله باللحمه والجزر والصوص الاحمر ما يتاكلش معاها غير رز بشعريه او رز ابيض. تعالوا نشوف احنا عملنا الحكايه الحلوه دي ازاي. زي الفل. قطعت معاهم بقى ايه؟ ها، بسله خضراء، قطعت معاها جزر مكعبات، بصل ناعم، فلفل الوان واخضر ناعم، ومعايا معلقه ثوم، ومعايا اللحمه هي جبتها من عند الجزار لسه طازه، وديت طماطم، عصير طماطم مع معلقتين صلصه، بهارات لحمه وملح وكمون وفلفل اسمر وكزبره. وهنجهز الملح ونبدا الخطوات بالصلاه على حبيب النبي. عايز اقطع اللحمه مكعبات حلوه زي كده اهو، نقطعها مكعبات بالشكل ده كده اهو اهو. وهنشوف هنعمل ايه. اهو طاجن بسله باللحمه المفرومه، باللحمه قصدي المكعبات اهي، نقطعها مكعبات بالشكل ده كده اهو تمام. ولازم حته الدهنه ديت بقى عشان هنستعملها في الشغل. دي ايه حلوه اهو كده زي الفل اهي كده تمام قوي. ومعايا حل اهي، يلا نحطها على النار ونبدا نشتغل مع بعض. طبعا انا هستعمل حته الدهنه اللي شفتوها حضراتكم وانا بقطع كده اهي، حطيتها على النار. ممكن تحطوا معاها حته سمنه بلدي ماشي، شويه زيت زيتون ماشي اللي موجود. وبعد كده لما نسيحها هننزل عليها بالبصله الناعمه ونبدا نشوح واحده واحده، لما البصلايه ايه تبدا تشرب الدهنه مع الزيت. وبعد كده هننزل الثوم المفروم، يعني معلقه ثوم معاها اهو زي ما حضراتكم شايفين. هننزلها على النار ونشوح كله مع بعضه كده في عجان. بنقلب البصله كويس مع الثوم اهو، يلا تقليبه كده على السريع. الله، عايز اشم ريحه الثومه مع البصلايه دي هتطلع. حطيت فلفل زيت زيتون كده مع فلفل الدهنه مع الطاجن عشان تطلع حلو قوي. الدهنه بقى هي الفيصل الجميل اللي بيطلع مع الايه؟ مع الطاجن بالحلاوه دي. هننزل بقى هنا الايه؟ الفلفل. يلا زي ما انتم شايفين كده اهو الفلفل، سواء بقى اخضر اصفر احمر اللي موجود. بنحط الفلفل بتاعنا ونشوح الخلطه تشويها حلوه كلها مع بعضها كده، واقول لكم تعملوا ايه بعد كده. يا جماعه هنا انا شميت ريحه التومه طلعت معايا، وهبدا انزل اللحمه كلها بقى مع بعضها كده وادي لها تشويحه معاها اهو. احنا كنا مهدئين النار، عايزين على نار هاديه، ولكن زي ما انتم شايفين كده اهو هننزل بقى اللحمه. خلي بالكم في ناس بتحب تسلق اللحمه، انا هنا بشوحها مع الايه؟ مع الخضار. هدي تشويحة للحمة كده لما تغير لونها، حاجة بسيطة يعني اهو. نقلب مع بعض كده تقليبة حلوة اهي. ها، نعلي النار شوية كده مع بعض، نعلي النار عشان ايه؟ ايوه ايوه، اللهم صل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. احب اسمع انا صوت النار وصوت ال، ها يلا علي النار. ايوه تشويحة حلوة، نشوح بقى نقلب. شايفين لون اللحمة بدأ يتغير اهو، ولما اللحمه تاخد لون كويس كلها مع بعضها هنبدا نحط الايه؟ الخضار. شايفين انا شوحتها لما خدت لون اهو بالكامل، تمام التمام. نبدا بقى ننزل ايه؟ البسله والجزر مع بعض. طبعا احنا ضاربين الطماطم مع معلقتين صلصه في الخلاط جاهزه، هنشوف هنعمل ايه بعد ما نحط الجزر والبسله مع بعض اهو. بسم الله، الله، ادي الحلاوة وادي الجمال. نقلب بقى الخضار ده مع اللحمة كويس. شايفين؟ أنا هنا بقلب أهو الخضار مع اللحمة. زي الفل. هسيبهم شوية لما إيه؟ يتبلوا مع بعض. وبعد كده هنحط عليهم الطماطم بس بعد ما إيه؟ ما يتشوهوا تشويهة حلوة. هنحط الطماطم ونشوف هنعمل إيه. خدت تشويحة كاملة هي مع البسلة والجزر وكل حاجة اتبلت، هنحط لها كوباية ايه؟ مرقة، مج مرقة بس اهو، مج مرقة. وهنسيبها تغلي شوية، هنغطيها اهو، هنغطي عليها شوية تاخد غلوة والتانية كده، ونرجع ليكوا تاني. شايفين هنكشف عليها وشوف شكلها عامل ازاي؟ اهو بص بص، الله الله. انا سيبها تغلي اهو بالشوربة كده مع بعضها فترة، وبعد كده هنحط الصلصة.
انا سبتها لما اتسلقت زي الفل واستوت مع الخضار من غير صلصه من غير اي حاجه. هنا بقى تعالوا كده تعالوا في اللحظه دي اهي نشفت اهي نشفت خالص اهو شايفين نشفت وسلقت. هنبدا ننزل عليها بالايه بالصلصه بتاعتها كده اهو طماطم مع الصلصه بالشكل ده كده وهنسيبها بقى تغلي على النار شويه. انا هنا هسيبها بقى تغلي فتره طويله لما تنشف تماما ولما احس انها خلاص نشفت ابدا ازودها شويه ميه عشان تاخد غلوه وان شاء الله البهارات بقى في الاخر هقول لكم تبهروها ايه بالظبط عشان تطلع معاكم المستوى عالي جدا. ماشي تغلي وتنشف وتبقى زي الفل تزودها شويه ميه وبعد كده نبهرها الملح والبهارات بتاعتها ان شاء الله هتطلع حكايه. انا هنا اهوت البهارات اللي هنحطها دلوقتي فلفل اسمر والجنزبيل والسبع بهارات شويه كزبره وشويه كمون لو تحبوا والملح بتاعنا ونخلي بالنا ان في مرق الدجاج برضه كنا عاملين بقى شوربه نملحها شويه. يلا ننزل البهارات مع بعض. خلي بالكوا هي لما نشفت معايا انا زودتها شويه ايه شويه ميه اهي بصوا شكلها عامل ازاي اهو نديلها تقليبه كده اهو بصوا كده اهو زي الفل قوي. هنسيبها بقى لما تكمل سواها وبعد كده ايه نغرفها مع بعض. هنروح بسرعة بقى نعمل شوية رز بالشعرية كده معايا معلقتين سمنة بلدي أو أي سمنة موجودة عند حضراتكم أو زيت ماشي. هنحمر فيهم نص كيلو شعرية كده لما الزيت ينقدح أو السمنة تنقدح أيا كانت بقى زبدة ماشي أهو الشعرية هديلها لون شوية غامق عن كده عشان خاطر هنزل الرز بعد ما غسلته وصفيته في مصفى. هنزل الرز بقى عليها دلوقتي أهو كده خلاص اللون اللي أنا عايزه بقى مظبوط معايا أهو. أنزل الرز واحط هنا معلقه ملح او نص مكعب مرق الدجاج وابدا اقلب كويس الرز لما اسمع صوته وتقطع معايا هنزل عليه الميه اللي عندي او شوربه اللي موجود. العمليه تبقى زي الفل ان شاء الله. هعلي عليه النار واسيبه لمده 5 دقائق لما الميه تنشف تماما وبعد كده هوطي عليه واشوفه استوى ولا لسه. وهنروح مع بعض شايفين شكله عامل ازاي. الله السمنه بقى مع ال احنا حطينا معلقه ملح خلي بالكم وتعالوا بقى نشوف الحكايه. كده خلاص استوت بنسبه 100% اهي ومعاها الرز برده اهو. الله الله عايزين نغرب بقى مع بعض يا جماعه كل سنه وانتم طيبين كده نوري لكم هي بقت عامله ازاي. طبعا هنا الرز مفلفل اهو اهو الرز شايفين عامل ازاي. السمنه عامله شغل خلي بالكم وهنا اهي. طبعا الناس اللي بتحب بقى تدخلها الفرن اهو تعالوا معايا كده مع بعض اهو في صينيه زي كده. الله كده بقى عايزين ندخلها الفرن مفيش مشكله زي ما هي كده. يا حبيبي يا حبيبي اهو وادي الرز زي ما انتم شايفين. الله الله على الجمال والله على الرائع. تمام كده. انا انتهيت من وصفة النهاردة الرز بالشعرية بسلة بالخضار ولحمة زي الفل جزر بسلة خضرة حاجات جميلة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم كل سنة وانتم طيبين اشوفكم على خير بالله عليكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة ادعمونا بلايك تعليق حلو
يا رب يعجبكم ان شاء الله. ذكر الله والصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اهم حاجه ذكر الله والصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين جمال؟